خلينا نروح لأخبارنا. أول خبر عندي وهو لجنة العضوية. لجنة العضوية هتجتمع إن شاء الله بفرع أو بمقر النادي الأهلي في التجمع يوم الأربع القادم للتيسير على الراغبين في الاشتراك. خلال الفترة القادمة تعقد لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا في الرابعة عصر الأربعاء المقبل بمقر النادي الأهلي في التجمع لاستقبال الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد والمقرر افتتاحه في الأول من يونيو المقبل. عشان اللي عايز يعد كام بسين هنجيب لكم طيارة درون كده تصور، اللي هي الطيارة اللي بتصور من فوق، هجيب لكم وعدوا. يأتي اجتماع، دي حاجة من عندي يعني، يأتي اجتماع لجنة العضوية والذي يعد الأول لها بفرع أو بمقر التجمع للتيسير على الراغبين في الاشتراك بدلا من التوجه للفروع الأخرى لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية. وقال الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب حريص على تخفيف العبء على الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، وبالتالي سوف تعقد لجنة العضوية بعض اجتماعاتها في الفترة القادمة بمقر التجمع الخامس بالتناوب مع بقية مقرات النادي الأهلي سواء في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. الحمد لله، يعني الأخبار اللي جاية لي بتقول إن ناس كتير من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال البيت الكبير ابتدت تروح قبل 1/9 مرة تانية. الحقوا روحوا قبل 1/9 لأن ابتداء من 1/9 الأمور هتتغير بشكل كبير. اللي هيتغير النادي هيعلن بقى لحضراتكم خلال الفترة القادمة. الأهلي بيستأنف تدريباته استعدادا لمباراة إنبي إن شاء الله، زي ما قلت لحضراتكم هذه المباراة اللي هتقام يوم الثلاثاء القادم. النهاردة كان في تدريب على ملعب التتش بالجزيرة طبعا بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب فوز النادي الأهلي على الترجي والوصول للمباراة النهائية. طبعا زي ما قلت لحضراتكم سيكون كلامنا وتركيزنا فقط خلال الأيام القادمة على مباراة إنبي. احنا النهاردة الحد، بكرة الاثنين الفرقة داخلة معسكر، الثلاث مباراة إنبي، هنطلع الأربع اللعيبة هتريح الأربع أو هيبقى في تمرينة خفيفة الأربع، الخميس هيخش معسكر تاني عشان مباراة للجمعة، وبعدين يريحوا السبت، وبعدين يقعدوا الحد ويلعبوا مباراة أخرى يوم الاثنين. وبالتالي خلينا نركز في الثلاث مباريات القادمة ابتداء من مباراة إنبي واللي بعدها واللي بعدها، وبعد يوم الاثنين إن شاء الله نبتدي نركز كلامنا على المباراة الأهم وهي مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي كأس دوري أبطال أو نهائي دوري أبطال إفريقيا. النهاردة أيضا مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتمع مع كابتن سعد الحفيظ باللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي للحديث عن المرحلة اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. لاعبين بعض اللاعبين خدوا جانبا من التدريبات من الناحية البدنية، والبعض الآخر في الملعب، ثم البعض الآخر كان في الجيم. زي ما حضراتكم عارفين اللعيبه اللي بتلعب اكتر بتاخد تمارين اقل، اللعيبه اللي بتلعب اقل بتاخد تمارين اكتر، وكان المران الجماعي تحت اشراف اندرياس مخطط الاحمال. كولر قاد اللاعبين في فقرات تدريبيه متنوعه بالكره قبل ان يختتم المران بتقسيمه قويه. تقرير من جنوب افريقيا، تاو يحمل آمال البافانا بأبطال إفريقيا بعد خروج سان داونز. على عكس الكلام اللي قاله الحقيقة ماكوينا المدير الفني لنادي سان داونز اللي قال إن إحنا أنا بتمنى للوداد إن هو يفوز في المباراة النهائية. ماكوينا المدير الفني لنادي سان داونز قال هذا الكلام بعد نهاية مباراة الوداد. صحف جنوب افريقيا، هناك بعض التقارير بتقول إن صحف جنوب افريقيا بتقول إن جماهير جنوب افريقيا كلها خلف تاو في مباراة دوري أبطال نهائي دوري أبطال إفريقيا. تغيير مواعيد ثلاث مباريات في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز، وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد ثلاث مباريات في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز. رابطة الأندية قررت تعديل موعد مباراة المقاولين العرب وطلائع الجيش المقرر ليها غدا لتقام في 9:30 بدلا من 7:00 مساء نفس اليوم.
كما جرى تعديل موعد مباراه فاركو وسموحه المقرر اقامتها الثلاث لتقام في 9:30 بدلا من 7. اما التعديل الثالث شمل مباراه فيوتشر وسيراميكا المقرر اقامتها 4 المقبل لتقام في 9:30 مساء بدلا من 7. بالمناسبه كابتن حلمي طولان اصبح رسميا هو المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بعد اعتذار معين الشعباني وتوجهه الى تونس لان هو يكون المدير الفني لنادي الترجي التونسي خلال الفتره القادمه. بالمناسبه معين الشعباني واحد من المديرين الفنيين الجيدين اللي اشتغل في الدوري المصري سواء مع النادي المصري او مع نادي سيراميكا كليوباترا بشكل جيد، نتمنى له التوفيق فيما هو قادم مع نادي الترجي. فيتوريا بيضع 40 لاعبا تحت المنظار لمعسكر المنتخب في يونيو. يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين، واتحاد كرة القدم بيجهز تكريما لمنتخب الشاطئية بعد التتويج بكأس العرب. البداية كانت صعبة جدا لمنتخب الشاطئية، ولكن بعد كده الحقيقة تم تتويجنا بكأس العرب. ألف ألف مبروك لاتحاد كرة القدم. كأس العالم لكرة السلة في جولة بمصر إن شاء الله يزور كأس العالم الخاص ببطولة العالم لكرة السلة مصر حاليا في إطار جولة بالدول التي أهلت منتخباتها في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين. زي ما حضراتكم شايفين الجولة موجودة أو هتبقى في جولة لكأس العالم موجودة في مصر خلال الفترة القادمة.